انت ايه اللي جابك هنا؟ وانت ازاي تعزميها؟ حتى لو ما عزمتها هي كيف العين تجي اصلا؟ هلا في شيء مهسا؟ لا لا اكيد ما في شيء. مهسا شكلها عزمتها بالغلط، ما كانش قصدها، لانه ده بيتي وانا اللي قرر مين اللي يدخله ومين ما يدخلوش. ده انت بكحه قوي يا شيخ، عارف انا مفيش حد بيطيقك هنا وبرضه جيتي؟ اوكي انا بس جيت بدي اغير جو معكم، بس الظاهر انه وجودي عم بيزعج كثير. يعني مش ملاحظه انه ما حدا طايقك هون؟ كيف اللي كان ضلك واقفه؟ انت مش عارفه ان انا ما بطيقكيش يا حلوه؟ مش عارفه ان انا ما بحبكيش؟ جيتي ليه؟ شو؟ ما سمعت شو قالت ليك؟ ولا بتحبي نحكي انك هي تشحتك من عنا؟ انت عارفه حاجه يا طعمه؟ لو تمشي دلوقتي هتبقى حاجه لطيفه قوي. اوكي يلا حبيبي باي. ميرا خليكي. تسكي 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 ميرا. خلص انبسطي انت، خلص بشوفك بكره بالعرس انا جاي. باي. لو سمحتي مش عايزه اسمع ولا كلمه. انت عارفه كويس قوي اني ما بطيقهاش، مفيش حد هنا بيطيقها. عزمتيها ليه؟ انت عملتي لي هاي الحفله، قلتي لي اعزمي اللي بدك اياه، قلتي لي هاي الحفله على شرفك، هيك بتخجليني ساره؟ هيك بتغيري كلامك؟ ليه هيك عملتي؟ استغفر الله العظيم. انا اسفه قوي يا ماسة، ما كانش قصدي، بس ما قدرتش امسك نفسي، ما قدرتش اصدق ازاي داخله عادي كده وكانه ما فيش اي حاجه وبتضحك كمان. كمان كنت قولي لي طيب بتفاجئيني ليه؟ هي اللي كان لازم تستحي عدمها وما تجب اساس. مش قادره اصدق بكح. بتعرفوا انتوا زودتوها كثير، لك اذا مو مشانها مشاني لإلي، هيك طلعتوني بالخجله؟ هذا يوم فرحتي ليه هيك عملتوه؟